ده طبعا تحدي مهم من ضمن التحديات اللي هيمر بيها النادي الاهلي على مدار الفتره الحاليه يا استاذ جمال، لكن في وجهه نظرك ايه المنتظر من النادي الاهلي في ظل ضغط المباريات دي، وايه المطلوب كمان من اللعيبه والجهاز الفني؟ انا برضو مش عايز الناس تقلق قوي، يعني ما نتعاملش مع هذه المرحله معامله مع الواقع او الوضع الطبيعي. تمام. لان ده مش وضع طبيعي، لان احنا متفقين ان دي مش طبيعي، يعني حاجه غير طبيعيه لا يتحملها. لو بايرن ميونخ هتلاقيه برضو مره بيلعب كويس مره بيلعب وحش، بس انا وجهه نظري انه الاهلي هيعدي هذه المرحله. ونخلي بالنا برضو من نقطه الناس اللي هي بتصيح كتير وبتاع، انه الاهلي مش بينافس على الهبوط، يعني الاهلي حتى وهو في هذه الظروف الصعبه هو منافس الاول على اللقب اللي هو واخده اصلا. وبالتالي انا بس ليا ملاحظه واحده، هي وجهه نظر شخصيه جدا بتاعت واحد مشاهد عادي. اللعيبه ده وجهه نظر، لا بقول انا بتاع كوره ولا فنان ولا حاجه خالص، انا بقول وجهه نظر مشاهد يعني في كذا مباراه، انه في الشوط الثاني بيلجا مستر موسيماني الى اشراك القوه الاساسيه بتاعته. تمام. قفشه بس حتى يعني انا اقصد اللعيبه اللي هو الاساسيين. انا وجهه نظري انه بيكون الوقت أزف. عدى. يعني بتبقى المباراه دخلت في مرحله اللي هي فيها اعصاب اكتر، والفريق الاخر اللي انت بتلعب ضده غالبا بيلعب على هذه النقطه. فانا بقول طالما لاعب مقيد في القايمه هيلعب احتياطي او اساسي، ابدا قوي، ابدا بالقوه الاساسيه بتاعتي، لانه لازم انت تلعب على انك تنهي المباريات في الشوط الاول. يعني التكتيك او الطريقه الفتره دي، الهدف نفسه التارجت بتاعك لابد يكون عشان ما يطمعش فيك. انا بقولها لك بالبلدي خالص، يعني ما فيش كره خالص. والله يعني زي ما حصل مثلا في ماتش انبي بالظبط. انت خلص الاول وعندك الفرصه انك خمس تغييرات هتريح اللعيبه الاساسيين. بقول لحضرتك دي وجهه نظري قد تكون خاطئه جدا في رد. طيب. جمال على دي في رد بس على دي فنيا. يعني طب يا ريت يعني مثلا نكملها بقى. الماتش اللي فات مثلا هو رايح قفشه، لان قفشه عامل مجهود كبير جدا المباراه اللي قبلها، بس لعبه هو على فكره مش معاده على الخط عشان ينزله. هو كان يتمنى ان الماتش يمشي كويس بالظبط، ومش هينزله عشان يريحه، لانه برضه خلي بالك استاذ جمال هو حاطط في دماغه برضه المباراة افريقيا طبعا. يعني وبعدين ان احنا كمان احنا بنتكلم ان احنا قربنا. بص انا مع حضرتك مليون في المية، بس طالما انا هضطر ان هو يلعب جزء من الوقت، هي دي وجهة نظري طبعًا. الشخصية يعني طالما انا مضطر ان هو يلعب جزء من الوقت، يلعب الجزء ده في البداية الى ان يحقق التارجت اللي هو عايزه، بعد كده اتفضل ريح. وخصوصا كلامك كمان يعني بتفق معاه في جزئية ان ايه، ان المخزون البدني مع الاجهاد ده مش هيسعفك الشوط الثاني بالظبط. حتى لو نزلت القوه الضربه بتاعتك، ما هو بقيه الفرقه ما هي بتلعب في الملعب بالظبط استهلكت، لان مفيش واحد هو اللي هيقدر يعمل كل حاجه. انما برضو يعني معلش يا استاذ محمد، يعني هي رغم كل ده السيناريو ده متوقع انه هيحصل لك ضربات، يعني الفرق اللي بتنافسك ده المنطقي. الفرق اللي بتنافسك بتعاني برضو، وتلاقيها الاداء مش هو اللعيبه مش في لأنها المستوى، لانها تيجي تلعب مباراه بعد 15 يوم راحه. لكن في النهايه انت كمان يعني مفروض عليك على طول ان انت تلعب كده. لا ده احنا كده لغايه شهر 9. يعني خلي بالك بقى مش احنا مكملين كده لغايه شهر 9 السنه اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت. وخاصه ان احنا كل سنه بنقول الموسم بس ده استثنائي، يعني نعدي الموسم ده بس نعدي ده وهنظبط اللي جاي والسنه الجايه نظبط.